وعلى ذكر تجارب الأردنية والعراقية وكذلك مصرية. المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، الإرهاب في فلسطين من نوع آخر، والتصدي للإرهاب كذلك يكون بشكل وبطريقة أخرى. دعنا دكتور وزملاء نتابع هذا التقرير حول هذا الموضوع. الإرهاب جمرة خبيثة اكتوى بلهيبها المميت ملايين البشر، حيثما تفشى وحيثما انفلتت الذئاب المنفردة ولاكت اللحم الآدمي الغض دون ما ذنب ودون ما وازع إنساني. وفي كافة البقاع التي طالتها ألسنة الإرهاب الحارقة، هناك إرهاب من نوع آخر يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ 70 عاما ويزيد، وهو إرهاب منظم ترعاه وتمارسه دولة الاحتلال من خلال أساليب هي الأكثر دموية وسادية وفي منتهى القسوة والبطش. إسرائيل دولة الاحتلال الخارجة عن كافة الأعراف والقوانين تمارس إرهاب الدولة بحق شعب أعزل إلا من الإرادة والإيمان القاطع بحتمية الانعطاق مهما بلغ الطاغوت في جبروته، وواصل التقتيل والتدنيس واقتراف أبشع الجرائم الإنسانية وانتهاك الحرمات والعبث بمصائر الناس وقوتها وممتلكاتها. إسرائيل دولة احتلال سخرت كافة إمكاناتها ومواردها وأطلقت يد مستوطنيها واستحدثت فرق الموت بمسميات مختلفة، ورعى جيشها العرمرم قطعان المنفلتين من متطرفيها ومنحتهم حق استباحة دمنا وأرضنا وكافة حرماتنا ومقدساتنا، وبحماية هذا الجيش الشريك في كافة الجرائم التي ترتكب وعلى مدار الساعة في شتى أنحاء بلادنا فلسطين. ولم يشفع لنا خطاب السلام الذي رفعنا رايته مبكرا إيمانا منا بمثل السلام، ولا انحيازنا التام لمسوغات القانون الدولي والإنساني وكفالة الدول الوازنة لجملة الاتفاقات التي رعتها الأسرة الدولية والتي تكفل لنا كف يد الاحتلال عن شعبنا ووطننا ومقدراتنا. ولكن الاحتلال يواصل إرهابه ضدنا بكافة الأشكال وأكثرها بشاعة. تبت يد الإرهاب الذي لن تتوقف حلقاته الدموية إلا ما عندما تكف يد الإرهاب الإسرائيلي عن شعبنا وبلادنا، لأن إرهاب الدولة المنظم هو الحاضن الفكري الأول لكافة أشكال الإرهاب الذي تعاني منه عديد الدول والحواضر، وقد أهلك فيها الزرع والنسل، وآن الأوان لعالم خال من كل أشكال الإرهاب الخطر الذي يتهدد القيم السمحة والمثل العليا التي حثت عليها تعاليم السماء.